صباح الخير على حضراتكم، وقفة جديدة من وقفتنا في هذا الصباح. الحقيقة وزارة الصحة قايمة بجهد كبير جدا في القضاء على كل قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات، يمكن أجروا خلال الفترة الأخيرة 1,700,000 عملية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار اللي طبعا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أشار ليها دائما إن لابد من انتهاء كافة قوائم الانتظار خلال فترة قصيرة، والانتهاء من كل الحالات التي تحتاج إلى جراحات بشكل تداخلي سريع، فبالتالي الانتهاء من كل قوائم الانتظار. الحقيقة وزارة الصحة والسكان أعلنت أن تم الانتهاء من الرقم اللي قلناه 1,700,000 عملية ضمن مبادرة السيد الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، والحمد لله ما أصبحش عندنا أي قوائم انتظار في أي نوع من أنواع العمليات اللي موجودة. وكمان أكد دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن المبادرة شملت جراحات القلب والعظام والرمد والأورام والقساطر المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب وزراعة الكلى والكبد وزراعة القوقعة، وفقا طبعا لتوجيهات السيد الرئيس. وكمان أكد أن المستشفيات جاهزة للتدخل سريعا في أي نوع من أنواع العمليات، وإن شاء الله ما يبقاش عندنا قوائم انتظار خلال الفترة القادمة. خلونا نفتح هذا الموضوع، وبشرفنا بالحديث عن هذا الموضوع الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد. بشرفنا يا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. رمضان كريم. الله أكرمك. صوم طيب. حضرتك طيب وبخير. الحقيقة كان موضوع مهم جدا، كانت فترات الانتظار فترات طويلة جدا، وكان يمكن الواحد يعني يتوفى الله ما كانش يلحق يعمل العملية، لكن الحقيقة في تدخل واضح جدا وإصرار من وزارة الصحة طبقا طبعا لتوجيهات السيد الرئيس ان لازم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار خلال فترة قصيرة، وهم بيعلنوا ان هم فعلا ما فيش اي قوائم انتظار دلوقتي اطلاقا في اي مستشفى من المستشفيات. يعني زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة الممتازة حضرتك تفضلت بيها دلوقتي، هو بنعتبر هذه المبادرة من اهم المبادرات الصحية. ليه من اهم المبادرات الصحية؟ لانها بمعنى اجمالي ومعنى مختصر جدا جدا هي انقاذ حياة. بمعنى ايه؟ ان انا في لوجستيات الموضوع قبل اقرار القانون او اقرار المبادرة حتى بالنسبة 2018 دي كان الاجراءات اللوجستية بتطول جدا جدا عشان اطلع قرار علاج عن نفق الدولة ومريض محتاج قسطرة قلب فورية او جراحة او نقل عضو زي زراعة الكلى او زراعة الكبد، الحاجات دي كلها مريض فعلا في امس الحاجة الى سرعة اتخاذ القرار واجراء اللي هي العملية المناسبة له. فانت من 2018 منذ يعني اقرار هذه المبادرة العظيمة فعلا الموضوع تطور. بمعنى ايه؟ المبادرة في الاول اللي انت تلاحظ 2018 كان محطوط لها 1,000,000,000 جنيه، والعدد نفسه كان عدد اقل نسبي. لما شوف دلوقتي ان انت صارف اكتر من 17 مليار جنيه، ان انت كان الاول 9 تخصصات اللي انت دخلت فيها المبادره، دلوقتي عدد حوالي 14 تخصص شاملها المبادره. لما تشوف حتى عدد المستشفيات اللي داخله في المبادره اللي انا بحتاجها كان حوالي 220، وصل 300 مستشفى، وان في تعاون تام يعني عشان اجهز ان انا استقبل المرضى واخلص لهم الاجراءات العاجله ليهم، لازم عندك لوجستيات، بنيه تحتيه، موضوع ميكنه من النوع الاول، ان انت بتخلص خلال فتره بسيطه ايام معدوده بتخلص مساله الاجراءات نفسها، تشوف التوافق، تشوف العضو المناسب ان انا ازرعه فين، فين المكان، فين الحاجات دي كلها، دي بتبقى مهمه جدا. النقطه الاهم ان انت شاركت حاجات كثيره، انت بتعتمد على مستشفيات وزاره الصحه، بتعتمد على قطاعات اخرى، مستشفيات الشرطة، مستشفيات القوات المسلحة، القطاع الخاص، مستشفيات التعليمية طبعا، التأمين الصحي، الأمانة، يعني أنت كل داخل في منظومة لخدمة إيه؟ إن أنا أقضي على قوام الليل الانتظار وهو ما تم فعلا. فالموضوع فعلا كان إنجاز كبير جدا، وإحنا بنعتبرها كأطباء والعاملين حتى بالنسبة للإن جي أو، بالنسبة منظمات المجتمع المدني بالظبط والقطاع المدني كله، إن دي من أهم المبادرات الصحية، لأن زي ما أنا قلت انها بتنقذ حياه في التوقيت المناسب. خليني اقول لاستاذ عمرو ان انت يعني فلسفه المنظومه الصحيه كلها ان انت بتحقق اولا رعايه صحيه للمواطنين وبجوده، وده حسب الماده 18 من الدستور المصري.
فانت بتحقق انجاز. الجوده دي مش مساله الجوده، ممكن تكون موفر بس الاجراءات تطول يبقى خلاص ما فيش جوده، انت بتنقذ حياه في توقيت مناسب، فده مهم جدا جدا. طيب ده كويس جدا يا دكتور. طب الحقيقه فكره بقى زي ما قلت نقطه الميكنه دي اهم حاجه موجوده، لان احنا ممكن ما يبقاش عندنا حصر، ما يبقاش عندنا زي ما قلنا سرعه في الاداء، ان احنا مثلا كنا بنتكلم حتى في قبل الهوى القوانين اللي لازم تقوم بدورها الفعال فعلا زي نقل الاعضاء او القوانين الخاصه بنقل الاعضاء وسرعه كمان الحدث ده ونقل العضو. الحقيقه التوقيت في موضوع الطب حاجه دقيقه جدا ومهمه جدا، السرعه موضوع مهم جدا. فكره بقى الاكتمال المنظومه كلها دكتور، وفكره الميكنه الحديثه وفكره التواصل المستمر، ان احنا محتاجين مثلا قلب في المنطقه دي، محتاجين كبد في المنطقه دي، فبالتالي التواصل ما بين المستشفيات احنا واصلين فين في نقطه الدكتور؟ شوف حضر يعني احنا خلينا اقول ان احنا السيستم بدات تعرفه كويس قوي، يعني مواقع المبادرات العديده لو قلنا مثلا مبادره 100 مليون صحه في البداية اعتمدت على القوائم الانتخابية، فاكيد تعاون مع وزارة الداخلية مع الحاجات دي كلها، كل الوزارات اشتركت، فان انت عشان تعمل فعلا قاعدة بيانات الداتا بيز بتعتمد مش على وزارة صحة بس، بتعتمد على وزارات عديدة، دي مهمة جدا جدا. الكونسبت نفسه والفكر نفسه ان انت بالنسبة لقاعدة بيانات مهمة جدا. الأول يعني بنيجي نقول إحصائية معينة عدد مرضى ضغط الدم كان في مصر، ما كانش فيه ارقام واضحه، لكن بدر 100 مليون صحه بقت عامل تصور للعدد او النسبه التقريبيه بشكل واقعي، مرضى السكر، الحاجات دي كلها، فتصبح عندك في حته يعني في مجالات عديده اصبح عندك فيها يعني قاعده بيانات قويه جدا جدا يعني. بالنسبه لموضوع اللي هو بتاع النهارده بالنسبه للقضاء على قوائم الانتظار، انت عندك سي مستشفى مثلا مستشفى نفرض يعني مطارات تعليمي بتعرف القوة السعبية بتاعتها قد ايه، تدخلها السريع بالنسبة لعدد الغرف العمليات، القوة البشرية اللي عندها الامكانيات التخصصات والكفاءة بتاعتها ايه، فإن في كل مستشفى عندك خارطة واضحة جدا جدا سواء بنية تحتية سواء بالنسبة للمان باور القوة البشرية الخاصة بيها، بالنسبة للوجيسات موضوع انا متوقع لو انا دخلتها في مستشفى سين الموضوع هيخلص خلال قد ايه، والحاله اللي انا بحول لها للمستشفى دي محتاجه تدخل سريع خلال قد ايه، فده اصبح عندك في قاعده بيانات واضحه جدا جدا، مش مساله انا عندي 10 عمليات 10 اساطر عايزه على طول اوزعها كده، لا ده انا بعرف القدره الاستيعابيه والتوقيت اللازم والتجهيزات البشريه حتى والتدريب بتاعهم اخباره ايه. طيب دكتور برضه من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها خلال الفتره الماضيه فكرة وجود أسرة في العناية المركزة وفكرة الاتصال بالخط الساخن الخاص بيها وتوفير الأماكن دي، احنا وصلنا لحد فين في الموضوع ده دكتور؟ وهل فعلا أصبحت السرير كافية للجميع ولا لسه برضو مازلنا محتاجين يمكن زيادة في الأسرة الخاصة بالعناية المركزة تحديدا يعني؟ شوف أنا دايما كلامي كأن جي أو وليس كمسؤول في وزارة الصحة، ولكن يعني الحمد لله خلال الفترة اللي فاتت يعني خصوصا لما تشوف في أزمة كوفيد 19 وكورونا واحتياجنا والكلام ده، لا حصل فيه تجهيز أكتر من اللي كان واقع قبل الكوفيد 19 رغم الأزمة، وكان في يعني حصل في قصور في الميزانيات على مستوى العالم والكلام ده كله، لكن أنت كرعاية مركزة أصبح لديك طبعا يعني سد عجز كبير قوي. اذا كنا بنقول الاول انت محتاج سرير رعايه لكل 7000 مواطن يعني، وكان في نسبه عجز عندك حوالي 4000 5000 سرير رعايه مستوى مصر كلها، العدد ده بدا يقل، بس احنا لسه ما وصلناش برضو للوضع الاكمل، واحنا يعني دايما احنا بنطالب والوزاره بتسعى في هذا المجال بشكل كبير جدا. كذلك حضانات الاطفال نفس الموال، فاذا مساعد ان احنا بنسد العجز اوكي. خلينا اقول كده في نقطة مهمة جدا، وخلينا ان احنا يعني بنقول ان اكتمال المنظومة الصحية كما نريد وكما نبغي عموما هي بتطبيق الامثل لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل. يعني بتطبيق هذه المنظومة يعني مش هتحتاج مبادرات، بمعنى ايه؟ انت عندك كل التجهيزات موجودة، والتجهيزات اللي احنا نشوف المحافظات اللي هي موجود فيها تأمين صحي الاجتماعي الشامل على اعظم ما يكون، مش مساله الشكل والمباني الفخمه، لا
انت عندك فعلا تجهيز بشكل واقعي وبشكل ان الشخص احنا بنحط في موضوع التامين الصحي الاجتماعي الشامل ان الاسره هي الاساس وليس الفرد. فانت كل واحد في الاسره له ملف في مركز الرعايه الصحيه الاوليه، ومن هنا بتبدا البدايه الصحيحه في اي مرض، سواء بقى مرض فجائي، مرض حاد، مرض مزمن، يبقى عندك الخلفيه. وهذا المركز هو اللي بيعمل له الريفيرال او التنسيق للمستوى الاعلى بالسرعه المناسبه من خلال الميكنه اللي احنا بنقول عليها. فاذا منظومه التامين الصحي الاجتماعي الشامل في تصوري ان هو هيسد عندك اللي هي اللي احنا بنقول ساعات بنلاقي فيه نقص في امكانيات معينه، بندور على سير الرعايه، بنتصل على 137 احيانا بيطول الانتظار شويه وكلام. لكن الوزاره حقيقه بتسعى جاهده بالنسبه لهذا الامر بشكل كبير جدا جدا. احنا كاطباء وكمجتمع مدني حاسين ان في جهود جيده بتبذل في هذا المجال. خليني اقول يعني بالنسبه للتامين الصحي الاجتماعي الشامل كان محطوط له حوالي 14 سنه ونخلص في الست مراحل بتاعته، لا ان شاء الله المده بتقصر هتبقى اقل من 10 سنوات. احنا نامل مع التنميه المستدامه والفكر بتاع 2030 ان احنا مع هذا خلال 5 سنين ندعو ربنا ان احنا نقدر نغطي التامين الصحي، وده هيحتاج جهود جباره جدا جدا. طيب دكتور، من اهم الحاجات في الطب تحديدا التدريب، يعني تدريب الكوادر الطبيه سواء اطباء سواء تمريض، الحقيقه من الحاجات المهمه جدا لازم نتكلم فيها. واحنا واصلين برضو لحد فين في موضوع التدريب يا دكتور؟ لا التدريب فيه جهود بذلت، ان عندنا في الزماله المصريه، ودي زماله يعني شهاده مهنيه وليست اكاديميه، بمعنى ان كان عندنا مشكله دايما يا استاذ عمرو ان الواحد خريج الطب مثلا معلومات اوكي ماشي كويس، تدريب بقى مهني، انا عايز اشغل مثلا في تخصص معين، عايز اشغل مناظير، عايز اشغل في جراحات دقيقه، عايز اشغل في حاجات دي كلها، ان الطبيب المتخرج ده حديث التخرج ان هو يمارس بمهنيه، دي كان عندنا نقص جديد قوي فيها. كان بيدخل في المجال اللي هو تخصص النيابه بتاعته، وعشان ياخد فرصته بيقعد فتره طويله جدا. لا انت عملت نظام الزماله خلال فتره معينه بتاخد هذا الطبيب مهني بدرجه كبيره جدا جدا، مش معناها ان هو اكاديمي، لا مهني، ودي مطلوبه حتى في الدول الخارجيه ودول الخليج او بره محتاجين مهني بشكل كبير قوي. الزماله في المرحله ان شاء الله اللاحقه اللي هتتم اللي هو البورد المصري، ودي الدرجه هتبقى اعلى وبشكل كبير قوي مع المجلس المصري للتخصصات الطبيه. الموضوع كبير. لو تفتكر حضرتك احنا عملنا يعني اتفاقيات مع بعض الجامعات العالميه، يعني في مبادرات مع مثلا جامعه هارفارد للتدريب، وكان لها برضو انجاز وفي متخرجين من خلال هذه المبادره. في سعي حثيث من الوزاره صراحه بالنسبه لتدريب الاطباء، ودي كان نقطه ضعف في السيستم قبل كده، لكن بنحاول حاليا ان هو تغطيته، خاصه ان احنا عندنا اولا مستشفيات لا حصل فيه تطور، مستشفيات يعني بالنسبه ل إتاحة التدريب لا حصل فيه تطور. لما نشوف على سبيل المثال يعني المعاهد التخصصية زي معهد الكبد، معهد الكلى، الحاجات دي كلها لما نيجي نشوف التدريب فيها لا بيتم بشكل كويس قوي، وإن شاء الله بنوصل للأفضل في الفترة القادمة إن شاء الله. طيب دكتور، عايزين بقى نستغل وجود حضرتك النهاردة بقى ونتكلم على فكرة الكبد بقى شوية. إحنا كنا قطعنا شوط طويل جدا جدا في علاج فيروس سي، ويمكن إشادات دولية جدا بما قامت به مصر في هذا الموضوع على وجه التحديد. إيه الأخبار بقى دكتور بشكل عام بقى؟ شوف احنا يعني كنا بنقول دايما المشكلة الصحية الأولى في مصر في كل الأمراض هي فيروس سي. لما نقول إن الدولة اتخذت منذ اكتشاف الأدوية الحديثة وتوفيرها في مصر من بدايتها يعني بعد 10 شهور من اعتماد أول دواء اللي هو سوفالدي كان متوفر للمريض المصري مجانا من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، ده كان يعتبر إنجاز. نشوف العدد اللي تم علاجه من 2014 حتى الآن تعدى 4 مليون من خلال مبادرة 100 مليون صحة، تعدى 2 مليون و200 ألف مريض فيروس سي. لغاية احنا دلوقتي عدد المرضى الجدد قليلين جدا، وده فعلا فلسفة انت بتعالج الناس من خلال علاج الناس بيبقى وقاية، ان انت بتمنع بتقطع سلسلة الايه المعدة، فدي نقطة مهمة. فإذا أكبر مشكلة صحية أنت يعني احنا ليس سر إن احنا بنجهز إن إعلان مصر خلايا فيروس سي من خلال الشهادة المائية من منظمة الصحة العالمية، واحنا في الطريق إن شاء الله للحصول على هذه الشهادة كأول دولة في العالم بعد ما كنت أول دولة بالنسبة للإصابة.
فإذا موضوع أكبر مشكلة صحية الحمد لله، وإحنا ده إنجاز، ده وسام على الصدر مصر صراحة في هذا المجال. لما يجي نقول بقى إحنا ككبد، لا الكبد إحنا حتى لو تم العلاج فيروسين، الناس اللي عندهم تليف كبد بنقول لهم لو سمحتوا تابعوا موضوع، مش إن أنا خلصت ونهيت وقضيت على فيروس سي عندك، لا ادام وصلت لمرحله التليف لو سمحت هتتابع اللي هي كشف مبكر لاورام الكبد. معلش بكلم على اساس بتاع ان لازم كل 4 لـ6 شهور هذا المريض اللي عنده تليف الكبد لابد يتعمل له حاجتين، موجات فوق صوتيه ودلاله الاورام. وخلينا اقول ان ده في مبادره فعلا من شهر مارس السنه اللي فاتت، مبادره قوميه بالنسبه لهذا الموضوع وشغاله، فاحنا عايزين بس الفكر ووعي الناس في هذا المجال. اي واحد عنده تليف او ما قبل التليف بنسميه F3 لازم يخلي بالك حتى لو انتهى الفيروس. للاسف استاذ عمرو في ناس يقول انا خلاص انا خفيت خفيت ما عنديش حاجه، وجينا بقى ورم قد كده مش عارفين نعمل له حاجه. طب ليه يا ابن الحلال؟ طب ليه ما فيش متابعه موجات صوتيه الحاجات دي كلها؟ فهي الفكره ان احنا عايزين الوقايه خير من العلاج. انا خدنا علاج الفيروس والحمد لله استجبنا وكام ده، لازم ما بعد الفيروس اعرف لو انا عندي درجه تاثر مفيش بالنسبه للكبد F0 F1 F2 خلاص مفيش مشكله خفيت مع السلامه وانت بقيت شخص طبيعي. لكن F3 و F4 لو ما قبل التليف والتليف لا خليك بقى معانا شويه في المتابعه، ان انت بتعمل متابعه بالحاجات اللي قلت عليها. بنشكر حضرتك يا دكتور، شرفتنا النهارده وسعداء بلقاء حضرتك. شكرا جزيلا يا دكتور، سعداء بلقاء حضرتك. شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد والجهاز الهضمي، مؤسس وحده الاورام بالمعهد القومي للكبد. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام لحسن المتابعه. فاصل قصير ونبدا حوار جديد من حوارتنا بعد الفاصل القصير.